بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا فقط بالجنة، لأن الألفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت لمعان نعرفها، وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على بال، فمن الممكن أن نقول أنه لا يوجد لفظ عندنا ليؤدي معنى ما هناك. فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من الملذات، ولكن يأخذ منها المعكرات. نحن في هذه الدنيا نرى مشاهد تقرب لنا الغيب. المشاهد التي تقرب لنا الغيب أننا مثلا نسمع أن الفندق الفلاني فندق مريح، ومن الراحة بتاعته خد 5 نجوم. إذا نظرت إلى 5 نجوم تروح برضو تلاقي 4 نجوم أقل شوية، وال3 نجوم أقل شوية، وال2 نجمة أقل شوية. فلماذا تختلف هذه المسائل؟ إنها تختلف على قدر إمكانيات المعد للفندق، فكلما سما إعداده كلما ارتقى ما أعد. فإذا كان هذا في عرف البشر، ثم بعد ذلك يقول لنا الحق نزلا من غفور رحيم، النزل اللي أعده غفور رحيم، يبقى ما هذا؟ احنا إذا أعجبنا بشيء مترف في الحياة نأخذ من الترف ملحظ واحد، هذا الملحظ إذا دهشنا من قصر وفيه المتع وفيه 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 نقدر ناخد منه ملحظ ديني، ما ناخدش منه ملحظ عقدي. ليه؟ لأنك تقول إيه بقى الحاجة دي عملها البشر؟ طب إذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى أنت بتاخد من الصورة دي صورة إيمانية، مش صورة عقدية، لا، تاخدها صورة إيمانية، تقول يا سلام شوقتمونا إلى الجنة. إذا كان هذا هو الشيء العجيب اللي انتوا عملتوه، وإمكانياتكم محدودة ونفقتكم محدودة وعلمكم محدود وقدرتكم محدودة، فكيف بما أعد الله لخلق الله؟ وكلمة وعد المتقون نجد مبنية لما لم يسمى فاعله، هي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أدي وعد منه. ولكن الرسول يعد أيضا، ألا ترونه في اجتماع العقبة حينما أخذ البيعة من الأنصار، قالوا له خذ لنفسك، فأخذ لنفسه كذا وكذا وكذا، فقالوا له وماذا نأخذ إن نحن أدينا هذا؟ فماذا يقول؟ يقول لكم الجنة، لأن العمل اللي انت هتعملوه ما يكفيش إن حد يجازيكوا به، إنما يجازيكوا به مين؟ ربنا. ومن المعقول إن الواحد حضر العقبة النهاردة يمكن يموت بكرة، فلو كان وعدهم بما في الدنيا من متاع يأخذه المؤمنون بعد ولم يدركه، لا، بيقول لهم الشيء اللي كل واحد حيدركه، كل مؤمن سبق إلى الإيمان يدركه. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، حتة أكلها دائم دي شغلت الجماعة بتوعه الرومان، دولة الرومانية، فبقولوا يا سلام الجنة هيبقى فيها أكلها دائم إيه؟ فأخذوا من الخليفة عالما من علماء المسلمين وقالوا له نسألك عن أشياء أجبنا عليها. أنتم تقولون أن نأكل من ثمار الجنة ومن خيرات الجنة ولا تنفد، أكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه ينقص. أدي السؤال، بتقولوا أكلها دائم وكل شيء يؤخذ منه لازم إيه؟ ينقص. فقال لهم هات مصباحا، فأشعلوا المصباح وقال لكل واحد أشعل مصباحك من نور هذا المصباح. فلما أشعل كل واحد من نور المصباح قال ماذا نقص من المصباح؟
أخذنا جميعا من المصباح ما نقص اللي في المصباح. برضو هو أجاب، وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم يصدق إن فيه أكل داء. لكن كان يجب أن نلحظ أن المصباح ممدود، ممدود بزيت، ناخد ويتمد بالزيت. فلو أنه قال له أننا إذا أخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص، والله هو المدد للجن بيد. افرض ان واحد بخزن في بيته تمويه، والست خدت النهارده رز وخدت السمن وخدت السكر، نقص اللي فيه. انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب تاني، يبقى مددها من من؟ مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنه اننا لا نتغوط ناكل ولا نتغوطش، يعني ما نروحش بيت الماء، لا نقضي حاجه. قال نعم. قالوا ومعقول يبقى الاكل ده بيروح فين؟ قال لهم الطفل في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو، وينمو باي شيء من غذائه الذاتي من امه، ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها لانه يتحول الى غذاء للطفل، غذاء مدح ذاتي. اذن هو ياكل ويطعم. نعم. قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. اهو برضو دي حاجات كده. الله. اذا بالتقريبات دي بتيجي لايه؟ عشان تقرب لنا المسافة بين ما نشهده له وبين ما يغيب عنا. واذا سندت كل شيء في هذا الى قدرة القيوم الممد يبقى الكلام صح كله. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها أيضا، ظلها دائم. اللي بينسخ الظل إيه؟ اللي بينسخ الظل شمس، وما فيش شمس. نعم. تلك عقبى الذين اتقوا. إذن حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول إلى هذا الجزاء، يقول لهم دي العقبى بقى، يبقى ما تنظرش إلى الدنيا دي بس، لكن انظر إلى ما يعقبها. يعقوبها ايه؟ يعقوبها الخير. واحنا بنخلي الولد يجتهد ويتجدع ويذاكر، نقول له على نقول لهم عشان ايه دي؟ عشان ياخد الشهاده، ولما ياخد الشهاده عشان يعمل ايه؟ عشان يتوظف، وعشان ما يتوظف يعمل ايه؟ يبني له اصل فله ويبني له جبل عربيه ويعيش مش عارف ايه ويعيش ايه؟ نقول له ايه؟ دراجها دراجها كده لحد ما يموت. وبعدين ما دام فيه وبعدين يبقى ليه ما هيش الغايه بقى؟ الغاية الحقيقية في كل مراحل الوجود هي أن لا يوجد بعض للغاية. ودي ما دام الدنيا إن الجنة إما الجنة أبدا وإما النار أبدا، انتهت الإيه؟ المسألة. وبعد ذلك حينما يأتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن في عقب النفس بقى تتعلق بالمقابل، فقول وعقب الكافرين النار، علشان يحصل الكافرين ينحسهم لانهم يشوفوا خير هناك وشر عندهم. يمكن لو شافوا خير عند دول مسكوت عن شبيه يمكن تبقى خفيفه شويه، لا يقول دي عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين ايه؟ يبقى يجمعوا عليهم امرين في التلغيص، وعقبى الكافرين النار. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. الاسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني إسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، أبرز الكتب في الكتب السماوية هي التوراة والإنجيل والقرآن، في كتب تانية صحف إبراهيم وموسى وزبور داود، إنما دول الإيه؟ فإذا في سبق دينين. الدينين دول محوطين أو محوط من يقوم على أمر الدينين بأشياء تسلسل خير السماء إلى الأرض. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن ففي كل دين سبق وصاية باستقبال الدين الذي يرد. كل دين يسبق علشان إيه؟ ما يعملش صراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة، يوم يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه أنه منتظر النبي، من صميم مواده ينتظر دينا جديدا. فإذا ما انتظر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين بأن اللي كان بيبحث عنه غيره، يبقى يستقبله بفرح.
مش جاي ضاد، لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مثل، قالوا أقررنا. يبقى إذن كل مراحل الرسالات كل دين يبشر بالدين الذي بعده. فإذا كان دين الإسلام هو الدين الذي تختم به الأديان ويختم به مواكب الرسل، يبقى كأن كل دين سبق الإسلام موصي بمين؟ موصي بالإسلام. الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل اللي بنسميهم أهل الكتاب يفرحون. الإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقق له غاية في نفسه، الغاية تسعده، الغاية في نفسه لازم تكون منصوبة معروفة. طب وإيه بيفرح ليه لما يجي ليه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده حقق ما علموه من كتبهم، وما دام حقق ما علموه من الكتب يبقى معناها إن كتبهم صدقت وإن اللي جاي أيه صادق. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما، وما دام يفرحون بما أنزل إليه يبقى لازم يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به، لأن الفرح دي هي العملية التعبيرية أو النزوعية من المواجيه الحب، أن الإنسان يحب حاجة وتفضل في نفسه وبذلك يفرح بها. يفرح بها معناها أنه منتظر أنها تتحقق. فالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، ليه؟ لأنه يؤكد لهم صدق ما علموا من الكتاب، ويؤكد لهم صدق الداعي الجديد الذي جاء تباعا لمواكب الإيه؟ لمواكب الرسل. ودي طبعا لها حدثة. يفرح. طب ومن الذي أعلمنا أن الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين؟ قال لك هرولتهم إلى مصدر الدين ليؤمنوا به، ما صدقوا من يظهر الايه صاحب الدين بفرحهم يروحوا يروحوا له. مثلا ابن سلام كعب الاحبار سلمان الفارسي اللي لف الدنيا كلها عشان يبحث عن دين، ويروح هنا ويروح هنا ويروح وده يوصيه وده يوصيه ويتنقل عمال بيلح على معرفة الحقيقة، دولي فرحوا بما انزل الى الرسول. معنى فرحهم يبقى كأنهم صدقوا وآمنوا بأن هذا هو الإيه؟ هو الرسول. حين يفرحون ماذا يكون موقفهم؟ يعلنون الفرحة بإعلان البيعة للرسول الجديد، ثم يقفون موقف العداء من مين؟ من الذين لا يفرحون. ليه؟ لأنه هم اللي عارفين الكتب دي فيها إيه؟ وبعد ذلك اللي ما أمنش ولا فرحش يبقى لازم يغير في الكتب دي. ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطتهم سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها، والاشياء اللي تثبت القران والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ومن الاحزاب من ينكر بعضه، ومن الاحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركة بتاعت معركة الايه الاحزاب، دول بيعملوا ايه؟ ينكرون بعضه. الله، يبقى اذا ما دام في بعض منكر يبقى البعض الثاني مش منكر. ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه؟ قال لك هم كل شيء لم يتعرض للعقائد الزائفة كألوهية المسيح وألوهية عزير الكلام ده، هم ده اللي يغيروه، إنما الباقي ما يغيروش. يبقى شوف عدالة القرآن. ومن الأحزاب من ينكر إيه؟ مش من ينكره، ينكر إيه؟ بعضه. نقول له ترككم ما عدا ما قلتم به دليل على أنكم أنتم الذين حرفتم، لأن ده لو كان كلام كذب وبتاع ما كان يطلع كله إيه؟ كله كذب. لكن موافقتكم والتحريف ما ينالش الا اشياء محدوده، يبقى هي دي اللي تغيظكم. نشوف الاشياء المحدوده اللي تغيظهم ايه هي؟ السلطه الزمنيه. معنى السلطه الزمنيه انهم كانت لهم قداسه وعمالين بيعملوا صكوك وفران وعمالين بيبيعوا في الجنه وعمالين بيعملوا اعترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي، فلما يجي الاسلام هيمنع هذا، يبقى دفاع عن سلطتهم الايه؟ الزمنيه. ومن الاحزاب من ينكر بعضها. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. طب شوف أعبد الله يبقى دليل على أن البعض المغير أو البعض اللي أنكروا بعضه ما يتعلق بوحدانية الله، ولذلك قال اتك على الحتة دي قوي، أنا أعبد الله إيه ولا أشرك به شيء. قل إنما أمرت أن أعبد الله
ولا أشرك به. وكلمة أمرت أن أعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربي، مش من عندي، مش أنا عجبني حاجة ولا لا، علشان يشرف بتبعيته للسماء، يشرف بتبعيته لمين؟ للسماء. أنا أمرت، أنا مأمور، مش جاي حاجة من عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب لما يتعلق بربه، وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه. الجماعة الملحدين منكرين داود كله، المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالإله والسماء والوحي وكل حاجة، بس ما نؤمنش بك انت، انت لا. الله، كان المفروض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت له ذاتية وأنانية كان يزعل منه اللي مش راضي يعترفوا بيه، لا انتوا مش معترفين بيه، انما ايه، ما دام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه وبتاع، يبقى ده يسرني. ولذلك مواجيدي معكم، رغم انهم يكفرون به، لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هزمت الروم، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن بان الروم انهزموا، والصحابه ويا حزن، ليش معنى؟ طب الروم مش مؤمنين بيه؟ قال لك لكن مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وان وفي كتب وفيه كذا وفيه كذا، فهؤلاء اقرب الينا ممن لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا احنا ساعه ما نشوف واحد فيه بس لا رائحه خير نرجحه على ذي الشر، دول فيهم رائحة خير بس ما بيأمنوش بالنبي، النبي ما يأمنوش بهذا، وإنما مؤمنين بأن في سماء وفي إله وفي وحي وفي كتب وإلى آخره. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. طب أعبد الله ديا ما معنى ولا أشرك؟ ما هتعبد الله، أنا أقول لك لأنك إذا قلت بغير طريق الحصر أعبد الله يمكن أن تعطف عليه وأعبد كذا وكذا وكذا، تسلسلها زي ما أنت عايز، ما حرف العطف يجيب. انما كلمه ولا اشرك به عدلت الايه، يعني اعبد الله ايه وحده، نعم، ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب، لانني ساؤوب اليه. مش انفلت الانسان بالخلق كده وخلاص انفلت من ربنا، ده هيؤوب اليه، وما دام هيؤوب اليه ويرجع يبقى معناه لازم يعد لهذا اللقاء عدته. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك كإيه؟ كالإرسال للرسل كإرسال الرسل المتقدمين بمعجزة نحن نصنعها ولا تقترح علينا، كذلك أرسلناك على هذا المنوال. إحنا اللي نختار الآية وإحنا اللي نختار الرسول. كذلك أي كما سبق في مواكب الرسل أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه، كلمة أنزلنا دي ساعة ما تشوفها تقوم لازم تاخد علو ودنو، لأن أنزل يبقى لازم في حاجة عالية وفيها الأمور العالية والأمور اللي مش عالية دي قد تكون في الحسيات معروفة، يبقى نزل من أعلى إلى ناس، وقد تكون أيضا في المعنويات، وقد يكون الشيء لم يصل إلى السماء ولكنه في الأرض، ومع ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلناه، قال لك إيه، الآن دي كلها تدبير هناك، تدبير السماء، يبقى هو إن كان في الأرض إنما إحنا إيه أنزلناه. وكذلك أنزلناه حكما، حينما تقول أنزلناه حكما الحكم معنى والكتاب مبنى ومعنى، كان الأصول وكذلك أنزلناه أي القرآن حاكما. حين تريد أن تبالغ في وصف من الأوصاف لا تجعله وصفا منسوبا لذات، بل تجعل الوصف نفسه كأنه ذات. انت من الممكن تقول هذا قاض عادل وأديت المعنى، وإنما حين تقول قاض عدل كأن العدل تجسم ايه، لأن عادل تبقى ذات ثبت لها وصف العدل، إنما هذا عدل يبقى كل تكوينه ايه، كل تكوينه ايه عدل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، عربي قال لك لأن ده اللسان اللي يخاطب به الرسول اللي أنزل، القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم، فلازم يكون إيه
يكون عربي. ولذلك يقول هناك في آية ثانية: وإنه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير قوي ان القرآن ينزل بلغة العرب كده ولغة العرب تفضل. ده اللي حفظ اللغة لنا الآن لحد دلوقتي القرآن. كل لغة من لغات العالم تشعبت إلى لهجات أولى ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة. اللغة اللاتينية ايه كانت واحدة وبعدين طلع منها ايه وايه وايه، طلع منها كل اللغات اللي انت شايفها، الانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، كل واحدة طلعت منها لغة. وبعد ذلك عزلت كل لغة بايه بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف، وبقت لغة ايه مستقلة. نحن لو تركنا للغة التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب، للغة التخاطب بتاعة الشارع والبيت، لا نفهم عن بعضنا شيئا. هات واحد يروح في اي بلد كده ويسمع ما يفهمش، تروح السودان ما تفهمش، تروح الاردن ما تفهمش. انما متى تفهم؟ حين ترد انت وهم الى الفصيح. يبقى اكن القران عمل ايه؟ صان اللغه العربيه. يبقى حكم عربي معناه ايه؟ ان ده اللي هيصون هذا اللسان، وما دام هو اللي هيصون هذا اللسان يبقى هيبقى صدقه الى ايه؟ دلوقتي بعد مده اللاتينيه دي هتنتهي وما تفضلش الا اللغات دي. ولذلك تجد ان اللغات لما تتفرق الاستقلالية في الحدود والاستقلالية في البيئة تحاول انها تعمل لها ايه شخصية. ده لغة امريكان كانت الانجليزية الاول، ابتدأت برضو الانجليزية، انما في انجليزية امريكاني وانجليزية انجليزي. ليه؟ لانهم برضو عايزين يفروا من حكاية التبعية دي، يبقى لهم لغة انجليزية لوحدهم كده، يقوموا يدخلوا في الجرامر والقواعد ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه، تبقى بعد مدة تبقى ايه؟ تبقى لغة تانية. ما ايه اللي عصم العربية من ان تتشتت الى لهجات؟ القرآن. لما نذهب الى اي بلد ونتكلم بالفصيحة نفهم بعض على طول، كل واحد يتكلم باللغة ما حدش يفهم حاجة عن الايه؟ عن التاني. وكذلك انزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يليك وينصرك ويقرب منك ولا واق يقيك من الأحداث. هذا يقوله لرسول الله لما نسمع الخلاط متوجه إلى رسول الله، يبقى احنا نقول ايه؟ نعم. وقول الحق ولئن اتبعت أهواءهم يدل على أن الدين لم يعد متماسكا كما نزل من السماء، وإنما صبع كل واحد دينه بحسب هواه في الأشياء. ولذلك يقول في آية أخرى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. واحد يقول طيب تفسد الأرض لأنهم عليها يلخبطوا فيها، طب والسماء هتفسد ليه؟ هم مالهم هيعملوا إيه في السماء؟ قال لك يا أخي مش كم من هواهم أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ طب ما هو ده كان هوى من أهويتهم، طب افرض إن ربنا وافقهم على الهوى، السماء تتخرب ولا ما تتخربش؟ تتخرب. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني لست بدعا في الرسالات، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طب وإيه اللي جاب الحكاية دي؟ قال لك من الأشياء التي أخذوها عليه، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وليه عمال بيتجوز ما كانش صح انه يتجوز، وليه ذرية؟ طب استقرئوا الرسل كده وشوفوا الحكاية دي، هل كان لهم أزواج ولا ما كانش لهم أزواج؟ الله، ولهم ذرية ولا ما لهمش ذرية؟ ده بالعكس لابد أن يكون الرسول قريب المثال ممن أرسل إليهم لتصح به الأسوة، لأن احنا قلنا الأسوة تتأتى في الجنس المقارب. إذا رأى إنسان أسدا يصول ويجول في الغابة ويفترس ذا ويفترس ذا ولا حدش قادر يقربه، أيفكر إنسان أن يصنع مثل الأسد؟ لا. إنما لو رأى فارسا من بني جنسه إنسان يعني وهو على ظهر فرسه ويجول وبالسيف بتاعه عمال بيضرب ذا ويموت ذا ويجري، يبقى تحدث نفسه أن يعمل ولا لا؟ إذن الأسوة لابد أن تكون في إيه؟ في المشابه المماثل. إنما أنا أتأسب أسد؟ لا، أنا بأتأسب مين؟ بواحد في انسيته. وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله.
يبقى هم عابوا الاول ان يكون بياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وعابوا ان له ازواج، وعابوا ان له ايه اولاد، وقالوا له هات لنا ايه ثانيه لان القران ده مش احنا مش مقتنعين بيه. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. لكل اجل كتاب، قضيه حكمت كل الايات التي ايد الله بها كل الرسل في كل الازمان. لكل اجل يعني لكل وقت شيء محسوب له ومكتوب، ما فيش حاجه تروح لحاجه ثانيه. والرسل كل رسول وقت بزمنه ووقت بالمعجزه التي اختارها لها رب، اختارها له ربه. اذن ما نقدرش نقول ان الرسول له هوى في اي ايه. ليه؟ لان ما يبقاش له هوى في ايه ما دام لا يقدر عليها. ثم اللي له ايه ما يقترحش على الخالق الاعلى، لان الخالق الاعلى هو الاعلم بما يصلح في هذه البيئه على لسان هذا الرسول. يبقى لكل اجل كتاب، يعني ناخد منها لكل رساله رسولها، ولكل رساله مكانها، ولكل رساله معجزتها. فاذا كان الامر كذلك فدعه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان وفي ايه وفي معجزه. لكل اجل كتاب، ما دام لكل اجل كتاب في تغير. ام قال لك ايه وفي تغير، فجاب الايه الثانيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، اي يثبت ما يشاء. وعنده ام الكتاب، اهي كلمه وعنده ام الكتاب دي حسمت خلافات فظيعه بين العلماء. لان يقول لك لما ربنا ينسخ ايه، واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بايه بما يبدل. الناس فاهمين ان الحكم جه اولا هكذا وسيظل ابد الدهر، ثم تبين لله ان الحكم ده مش صح فايه فغيره. يقول له لا، ده اسمه حكم مرحلي. يعني ام الكتاب فيه اننا نعمل دي كذا وبعد لها مده محدوده وتنتهي المده المحدوده ويجي مكانها، يبقى ما فيش نسخ. على هذا المعنى يبقى انا ما نسختش. ليه؟ لان معنى النسخ ان تزحزح حكما عن زمان. هنا ما زحزحناش حكم عن زمان، لان الحكم الاول موقوت بهذا الوقت، يبقى خد زمنه. لما يجي حكم تاني يبقى النسخ معناه ايه دلوقتي؟ اعلان انتهاء زمن الحكم الاول ومجيء ايه حكم جديد. مش الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمان وبعدين غيرناه عشان يجي حكم تاني؟ لا ما تغيرش. يبقى النسخ علشان ما يختلفش العلماء، فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ، ويقعدوا يعملوا لنا الدوشه اللي بيعملوها دي. نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم طرأ ساعة الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء. يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. نقول له ما كانش له زمن، ده زمن انتهى هنا مش مسحوب على الزمن اللي جاي. وما دام كده يبقى ما فيش نسخ ايه. ولذلك قول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او ايه او. يقول لك ايه؟ طيب يا اخي بخير منها ده معقول؟ هتجيب المناسب للزمن ده وبلد. انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ ام قال لك لانك لو نقلت الى خير منها هتقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن. انما نتنقل مثلها ده محك الايمان بقى. طيب كان يتوجه الى البيت المقدس وبعدين قال له توجه الى الايه؟ الى الكعبه. اي مشقه هنا في ان يكون هنا او هنا؟ ابدا قد ايه؟ انما ايه؟ الانصياع للحكم الذي يدير هنا وهنا. يبقى اذا او مثلها عشان نختبر ايه؟ قوه انصياعك للايمان. يوجهك الى حاجه ثم ينقلك الى حاجه ثانيه مثلها، ما ايه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين ايه اللي وين متوجهين الى ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. طب يدي فيها مشقه؟ ما فيهاش مشقه، الله. يبقى المعنى ايه؟ اختبار يقين الايمان. في مين؟ في إدارة توجيه المدير لهذا الشيء. طيب الحج مثلا يقول لك بوس الحجر نشوف ويرجم الحجر ده، اهو ده حجر وده حجر. الحجر ده نمسكه ونبوسه إيمان، والحجر الثاني نقنبله ونرجمه إيمان. وده مثيل ولا مش مثيل؟ يمحو الله ما يشاء أي ينهي زمن الحكم السابق. يبقى أكن الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي ده لحد هنا. مثلا الخمر،
الخمر أول ربنا ما عالجه عالجها بما يتفق، لأن حاجات اجتماعية فيه فرق بين عقيدة وبين حكم. العقيدة دي كان الحكم فيها إيه؟ لازم عدل من أول الأمر، ما فيش فيها واجب. وبعدين الأحكام المطلوبة عشان تغير حركة الناس في الحياة، قال لك اعتياد الحركة صحبة، والصحبة الفرقة فيها تتعب. فماذا نصنع؟ نقوم نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبة نعود الله. لما واحد بده يبطل سجاير يقول اللي بده يخليه يبطل سجاير، انت بتشرب قد ايه؟ يقول لك بشرب علبة 20 سجارة. طيب يعني معناها ان اعدلها كل 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 ساعتين سيجارة مثلا؟ طب ما تخليها كل 3 ساعات تشرب نص علبة مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ بين السيجارتين. يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودته ان يفارق في بعض الزمن تدرج بقى ايه؟ وياه. ثم انت خلعته كده بايه؟ بلطف. يجي القرآن يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعة ما سمعوا سكر ورزقا حسنا، الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك آه والله ده الخمر دي ناويين لها نية مش تمام. ليه؟ خدتها منين؟ ده بيقول سكرا ورزقا حسنا ويمتن عليهم. قال لك آه كونوا يوصف كونوا رزق يبقى حسن ولا وصفش السكر بأنه حسن. ليه؟ لأن الرزق أنت بتاكله كده من على أبوه كده العنب وتتمزمز بيه، إنما دوكا بتفسده شوية ويتخمر ومش عارف إيه، أدي أول مرحلة. وبعدين يسألونك عن الخمر والميسر. عظة دي مش حكم بقى، بيوعظ. والوعظ ده توعظ واحد يعمل ولا ما يعملش، أنا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى ميل ناحية إيه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن بين الوجبتين من المحرم، الكاس ولا السيجاره ولا اي حاجه، أم قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى قبل الوقت هتقعد قد ايه؟ قبل ما تشربش على الاقل قبله بساعه ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعه النهار. وبعدين اهو الليل انت بتنامه، لكن وسعت الفجوة بين الوقتين، يبقى اتسعت ولا ما اتسعتش؟ وبعد ذلك ينهيها، انما الخمر والميسر والانقبض عمل الشيطان انتهى الحكم. يبقى خدوا بايه؟ خدوا بهوانا. يبقى مثلا النسخ معناه اعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية حكم جديد. فليس الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعته من الزمن وجبت حاجه تانية، اهو ده النسخ اللي بيقولوا عليه ما يصحش. يبقى اذا لو اتفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله، ده رجعنا في المحو والاثبات الى ام الكتاب، كان بقى ام الكتاب فيها ايه؟ الحكم ده ياخد لحد كده وبعدين يطلع ويجي حكم ثاني والحكم ده يثم. يبقى ما دام حاجه مرسومه اساسا يبقى الجماعه اللي بيقولوا البداء محرم على الله، لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نقول له لا، هو ما بداش له فساده وغيره، هو عامله من الاول. ام الكتاب قايله كده هيقعدوا قد كده 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 وبعدين ايه؟ يتحرم. يبقى ما عملناش بداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح الايه؟ اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، برضه بتدخل بالمعنى الواسع، يصحف الرسالات، نسخ رسالة كذا بكذا ونسخ رسالة كذا بكذا ونسخ رسالة كذا بكذا. يبقى محى شيئا وأثبت ايه؟ وأثبت شيئا ايه آخر. وكل شيء فيه تغيير إلى الخير يصح يبقى محو وإثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لان عندنا مثلا رقيب وعتيدهم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يبقى كل حاجه هتنكتب ولا لا؟ يقول لك اهو يمحو ما يشاء، يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والاشياء الثانيه المباحات ما تسيبوها، يعني ما تكتبوهاش، ما تكتبوش دي. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبة.
خدها على معنى الايه، على المعنى الايه، على المعنى الواسع. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الايه تحدد مهمه الرسول ان يبلغ منهج الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. الا ان قول الله في رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، جعلته يتعلق بان يهدى قومه جميعا، وكان يتمنى ان الكل يبقى. ولذلك يجي له في آياتنا فلعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك بتاع سوره الايه الشعراء. اذا انت لا مالكش دعوه، انت ريح، انت بتبلغ واحنا اللي ايه، واحنا اللي نحاسب. اما ان نحاسب الحسابين، حساب الدنيا في المسخ والاذهاب والى اخره، واما ان نؤخر للايه للاخره. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفنا، كل دعوه من دعوات الخير تعرف انها الخير اذا كان كل يوم يمر تكبر شويه، ودعوات الشر كل يوم يمر تخف شويه، دائما كده. اذا دعوه الخير لما تبتدي تبتدي على قله وبعدين تكتب. الذي يدعو للخير آفته انه يحب ان ياخذ هو الثمره. نقول ده غلط بقى، الا انك تتعجل الاشياء علشان انت غارس تاخذ الثمره، لا اغرس ودع من يقطف الثمره الى بعدين. يبقى انت تفرغت الى شيء إيه؟ ان تغرس فقط. كل اذا نظرت الى الدعوات كلها في الدنيا، كل دعوه من الدعوات وقالها انصار ومؤيدين افتها جميعا ان القائمين بها تعجلوا الثمره، ولو انهم تمهلوا مع الثمره ليقطفها من جاء بعدهم يبقى كانت تنجح المساله. طيب انت لما تيجي تقول لك أيوة ولك استطيع ان اقف في الحقل واعرف نيه الغارس ونية الزارع، أنيته نفسه أم نيته غيره؟ إن كان بيزرع من الأشياء اللي بعد شهر تيجي الثمرة بتاعتها، ولا بعد ست أشهر، ولا بعد سنة، نقول ده على قده. إنما اللي بتشوفه بيزرع نخلة، النخلة ما تثمرش إلا بعد تسع مثلا سبع سنوات، ولا يزرع حبية مانجا، يبقى افهم إن دي مش بيزرع علشان يدرك، ده بيزرع ليؤدي لمن يجيء ما أداه له من ذهب. انت بتاكل تمر الآن من ايه؟ من واحد غرسها من زمان، عمال انت بتاكل منها الآن. فإذا رأيته كده حريص على انه يزرع الأشياء اللي ثمارها تتأخر، فافهم ان ده في ايه؟ في قلبه من يأتي. انما اللي يزرع بقى شوية، ولذلك اللي يبقى عنده حتة واسعة يا دوب يزرعها شوية حاجات من اللي يزرع شوية خضار هيتقلعوا النهارده ويبيعهم وياكل ويشرب. انما اللي عنده حاجة واسعة يزرع بقى شوية نخل وشوية عنب وشوية مش عارف ايه وشوية ايه وشوية ايه، افهم ان ده ايه؟ مش ضامن انه يدرك، انما هو يأكل مما فعله الغير، ففي نية انه يعمل ايه؟ برضه يرد الجميل ويزرع للغير اللي جاي يبقى ايه؟ يبقى يلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة وتلقى فيها ما تلقى من العنة والإرهاق والجهد، ومع ذلك لم يشأ الله أن يبقيه ليرى فتح الأرض على الإسلام، بل ناس جم خلفاء جم وهو بمجرد الإسلام ما استخب في الجزيرة ونزلت شوية الأحكام وعاصمة الكفر دانت ووقعت وفتح وفتحت مكة، ونزل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا لا خلاص ده المسألة وصلت. الناس فهموا أن رسول الله نعى نفسه للناس، ما دام أكملت الدين وأتممت النعمة ورضيت الإسلام الدين يبقى معناها أن إيه. لكن صحابتهم الذين انساحوا بالدين في الدنيا، وفي مدة نصف قرن 50 سنة بقى الإسلام له جناحين، جناح في الشرق وجناح في الغرب، ويهزم أكبر إمبراطوريتين موجودين متعاصرتين، إمبراطورية فارس بحضارتها وإمبراطورية الرومان، ومش مش 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 تتابعا لا معا، حرب هنا وحرب إيه حرب هنا. الله،
طب الناس اللي حاربوا يهودي وبقوا يتخطفوا الإسلام أكانوا يفهمون معجزة الإسلام؟ لا، إنما خدوا منهج الإسلام. إذن الإعجاز هيبقى قسمين: إعجاز لمن سمع القرآن ويحمل الرسالة، وإعجاز للي هيشوف عدالة القرآن في إدارة حركة الحياة. يبقى هذه المعجزة اللي إيه؟ ما هو يقول لك يا أخي ما جاي معجزة وجاي للناس، طب بزيادة العرب، ما هو من العرب المعجزة؟ نقول له لا، الإعجاز إما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسية، معجزات الرسول جت عقلية. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن بإعجاز القرآن لأنه أمة بلاغة، فيحملوا الإسلام وينساحون به في إيه؟ في شتى الأرض. ساعة الناس اللي ما يعرفوش لغة القرآن ولا البلاغة ولا الفصاحة يشوفوا أحكام القرآن يجدون أنهم معضوضون بالحكم، هم اللي يجذبوا الإسلام إليهم. ولذلك إذا نظرت للإسلام وفكر في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين، قوتين اثنين: قوة دفع من المؤمن وقوة ايه؟ ايه الايه ده؟ يشوفوا الامير ما فيش فرق بينه وبين الرعية، شوفوا الامير صفته كده، شوفوا الامير صفته كده، ولما يقول الدين بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام الدين بيقول كده يروحوا جايين. يبقى ده الايه؟ الاعجاز. ويقول لك ما دام ما بيهموش المعجزة يبقوا ازاي؟ يقولوا لا، الاعجاز قسمين: اعجازه للعرب واعجازه للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، واعجاز سياتي بعدين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. يوم ييجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجأ كده بأن واحد أعلن دينه. أعلن ليه بس؟ ليه؟ عشان إيه؟ ها قرأ القرآن؟ الله ما قرأ القرآن ولا عمل أي حاجة. أما إيه؟ شاف المبادئ اللي تعصر فيها تقنين البشر، وكل تقنين يقنن ثم يعدل، والتقنين يعني مش عارف ايه، وبعدين لا ده جاي تقنين جاهز. طب جاي تقنين جاهز منين دي؟ طب الأمة العربية ما كانتش لا أمة ثقافة ولا أمة علم ولا أمة تقنين، ده كانت كل قبيلة لها قانونها. فمن اللي يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ أمال الرجل اللي عمل محمد أول 100 شخص أثروا في حياة العالم، خدها منين؟ خدها من آثاره ومن منهجه، ما خدهاش بأن القرآن معجز. لكن إذا ما نظروا بعد ذلك يقول له يا سلام، ده أنت راجل مفتح، أنك أنت اهتديت للإسلام. وبعد ذلك شوف القرآن بقى، تلاقي القرآن مثل الأشياء التي كانوا يظنون أنهم سابقون إليها. يقوم يبتدي يروح برضو للإعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القرآن، ابتدى يعجب بالإيه؟ بالنص القرآني. الله، يجي مثلا لما جون في ادراكات الحس في الدراسات الالمانيه، الواحد بيحس ازاي؟ يحس بالالم او يحس بالألم. تمسك حاجه كده ناعمه تسر منها كده وهي ناعمه، حاجه حسنه تتاذى، جرح جرحك تتالم إيه؟ فقعدوا يدرسوا مناط الاحساس في الانسان. اختلفوا بقى مناط الاحساس في المخ، مناط الاحساس في النخاع الشوكي، الى ان انتهى إلى أن مناط الحس في كل كائن حي هو إهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جدا، ليه دليل؟ أنك جربوه، قال أنك أتيت بإبرة ثم أن حطتها في جلدك فآلمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى كأن الألم فين؟ يبقى مناط الإحساس في الجلد. فلما الرجل أرى النظرية دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وجدوها صح، لفتوا واحد قال له ده دي في القرآن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الفعل إن علل، مدام إن علل تبقى العلة هي السبب. بدلناهم جلود، كلما نضج جلودهم يعني إيه؟ اتحرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، أكنها لو فضلت محروقة الإذاقة هتمتنع. يوم يجيب لهم جلد تاني عشان تستمر الايه؟ يستمر العذاب. دي في القرآن؟ ايوه دي في القرآن. ايام ما قبل. والى لقاء اخر ان شاء الله.